ندشن المهرجان الشبابي اللي بيقوم بالسباق في مديرية المخاء، ينطلق من جنب الكريمي إلى المجمع الحكومي بمناسبة ثورة 26 من سبتمبر والعيد الوطني لثورة 14 من أكتوبر، العيد 59 للثورة، ضمن فعاليات بندر المخاء. ونشكر المكتب السياسي الذي يدعم هذه الفعاليات وكل المناسبات، وعلى رأسه قائد المقاومة الوطنية نائب رئيس الجمهورية العميد طارق محمد عبد الله صالح، والأخ الأمين العام الشيخ عبد الوهاب العامر، وكل الإخوان والأخ الشيخ نصر الدين على حضورهم مع هذا المهرجان. المجمع الحكومي كانت نقطة النهاية للسباق، اخترق الضحية التي ضمن برنامج مهرجان بندر المخاء. شكرا لكل الحاضرين، شكرا للمشجعين، شكرا لكل الرياضيين الذين شاركوا في هذا السباق. الآن عن طريق السلطة المحلية نبدأ بتكريم المتسابقين. متسابق أصغر متسابق ولكن لم يحصل على المركز، ولكن هنا من لجنة بندر المخا ومن السلطة المحلية تشجيعا له يتم تكريم أصغر متسابق عبود أمين علي قائد قليهر بمبلغ مالي تكريما له وتحفيزا أيضا. الآن يتم تكريم اللاعبين الفائزين العشرة المراكز. نأتي الآن إلى تكريم الثلاثة الحاصلين على المراكز الأولى. نبدأ بالمركز الثالث والذي يحوز على جائزة نقدية، هو المتسابق محمد أحمد حسن ربيع، حاز على المركز الثالث في سباق اختراق الضاحية الذي ينظمه مكتب الثقافة في مهرجان بندر المخا. يحوز على ميدالية وجائزة نقدية. حاز على المركز الثاني اللاعب مهد سمير محمد عبد الله، وميدالية ذهبية. المتسابق حاز على المركز الأول في سباق اختراق الضاحية في مهرجان بندر المخا، هو المتسابق أمجد ماجد محمد صدام الحميدي، حاز على المبلغ مالي وكأس البطولة، هذه الذكرى التي ستظل دائما مرافقة له. فمبروك، ألف مبروك للعشرة الأوائل، ونقول هارد لك اللاعبين يكفينا المشاركة. وأيضا الآن يكرم الحاز على المركز الأول، فمبروك، ألف مبروك للجميع، ومبروك للشباب. الحاز على المركز الأول والثاني.